السلام عليكم يا شباب ورحمة الله وبركاته، معكم حسين من قناة الألعاب الإلكترونية، واليوم جيناكم بمقطع جديد. وطبعا اليوم الحلقة الثانية من البدا من ماينكرافت، من ماينكرافت سيرفر اللي يريد ينضم وياي للجوال، يعني مو للبي سي. بس تعال خلنا نصفط هناني تقاتل السكيلتون وصار هيك. اوكي طبعا هذا بيت انا حاليا جوه، العفو برا، سر روح النوم لان الدنيا ليل. ايش هذا؟ نعم اوكي، راح ارويكم اياه من برا ومن جوا، اشوفكم اياه من جوة. هذا هو الشكل من برا، وطبعا ما بنيته بهيج يعني شو اسمه فستانية، لا ام اكو قرية اللي اخذنا من عندها اذا تتذكرون، انا زجاج وردي وابيض، وهذا الشكل من جوا حطيت ستون سلاب ويب. اوبسي حلو، الله يمزي عدة 12. اليوم راح نسوي حظيرة او مزرعة، بالاول راح نسوي مزرعة. اوكي بس المزرعة يراد لها ايرون لان نجيب بوكت ماي ماي، بس لا طريقة ثانية، نجيب آلة الحراثة لان نسد الباب، وراه راح نسوي حظيرة. أنا ماي هاي راح تكون كلها مزرعتي، من هاي كلها كلها قامات الحظيرة. لا اوكي اعتقد ها هي، يا با هي سر نروح نجيب المزروعات. اوه هذا خروف، خروفي. اوكي ما صار هالقد، ويت 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 نزرع، لا العفو العفو شنو ويت، والله مزروع نجيب سيد، والله فشلت. سيد سيد هسه اي دجاجة راح تجي. العفو اوه ليش صارت كلها طيب. سيد 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 هنا نزرع 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 نزرع. لا جبالة الحراثة سيد ليش؟ اوكي انا انا هم نزرع نحط سيد هاي سيد
صيد 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 نين 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 ونين نين 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 اجي حط الصيد نين 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 لا ما سويتها او ماي جاد او ماي جاد اوكي سيد سيد عصار ديرتها قبل ما زدت عليها سوينا اسرع صغير هنا هسه نسوي حظيرة لازم نجمع شوية خشب حتى نسوي الفنس والبوابة لقيت بيت الويتش الساحرة راح نروح نشوف مرات يطلع بي تشيست مرات لا هسه لازم ويا تشيست اوكي بقت بس هاي الشجرة انا هاي مبدأني وانا ديت الزبالة سيئتي كسر الأكس مو لو ذبيته لا انكسر انكسر الأكس عاد سوينا واحد هو هاي يا خشب ما أرد بعد سد الباب هذا بيت شوفوا خشبي كي نحلل الخشب والله ستاك ونص سوينا فنس فنس ستيك لا يا نوب يريد تسوي فنس وحتى ستيك ما عندي اوكي وين الفنس وقلنا نريد الفنس هاي بوابة واحدة والباقي فنس لا وين بوابة؟ باقي فنس 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 والبقية فنس 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 اوكي الستيك رجعها والسيدة مراجعة جيب بس دمي اوكي سوى هنا حظيرة ورا وعشرة ثلاث طيب يعني نسوي هنا واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة طبعا احنا بالاول سويها صغيره لان بعدين نسويها كبيره هيج 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 لا مو هيج انا مكان او اكس با سويت اكس اكس جيب الستيك لا
ستيك وطلعت كابل ستون سوي بي اكس. تعال اكس ونحط البواب شوية نسوي له لا كسر هذا اوكي هاي هسه نجيب هس اثنين قرون هسه نجيب وين نجي نجيب بقر او خفان ساعة انا اذا والله الشتلات العدي اخذ كرون بعد شلون يركض بين هذا جوعان من البارحة ما خروفي خروف العيد راح نذبحك لا العفو 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 انت شد الباب ضربت يلا شوف هسه شلون راح يتراضى ويز خروف خروف اشوف شوية تراضى هاي الذاكرة ما تشل حكيت ثلاث ثواني تمسح وين هذا تعال تعال طب تعال طب وين الفوت اوكي راح نجيب اخوك الثاني بس والله ظلمت ننام ونطلع هذا السيد طيناه اكل ننام ونروح ذاك اخوه الثاني الخروف هناك شفته خروف هو اقل شي اثنين حتى نظل نكاثر بيهم وين بس هاي من ساعه كان هنا واحد لا تقول لي اختفي من ساعه كان هنا انا وين راح عمي هناك انا كثير مدري ثلاثه وين شو اسمه خرفان هاكو بس خنازي وين الخرفان الحلقة الجاية نسوي العفو ندخل كيفينج لين كلش محتاج للايرون تعوف الايرون قاعد ندور على الخروف شوفوا هواي اكو نزلات ليش بقرة جيبها ويانا او ما سويت حظيرة ثانية بعون وقعيد استغفر الله اعتقد اكو دولفين الحين قام يصفر لي انا شافت الويت من بعيد وين بيتنا بعيد يصينا شوي يا راح نمشي جدتي الله واحنا نمشي قعدنا هي تركض ورانا هسه الخروف اقسم بالله شفته هنا اثنين مال ثلاثة كانوا يمشون وانا هسه يعني ندور عليهم تعرف تصبح تعال ذوك شفتوه لا يا ملعون وي بقر ذاك هسه راح اجيبه اجي سوي لنا حظيرة ثلاثة أربعة خمسة
2-2-2. يا أخي يعني الأغلاط كثيرة وجميلة في المقطع. لا البقرة وين راحت؟ يا بقر نازل من خشبة الخشب حتى الفلاستيك بواب ما راح اقطع شيء شجرة كذا لين ما عندي وقت ما عندي وقت. والدجاجة لازم نشوف الدجاجة دجاجة جميلة أصابيها ستيك أصابيها تغير هذا بعد أصابيها شكو هذا الساحة. أوكي بعد إيش قلنا نسوي هاي وين بوابة وين الفنس هاي سوي بوابة والله طبت هي اصلا طبت شوف عشانتها طلع ما مشي حالك بس اجيب لها ويت راح تجي تعال طب 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 وانت تعال ما تفوت سروع جيب ذاك الخروف شفناه هزم الويت على مود اذا شافنا هو هم يجي او حتى لو بقر هم يجي ذاك على خروف خروفي سوف انقذك خروف العيد راح يذبحوك وانا الساعة شفته يا اقسم بالله من الساعة شفته تمو وين اوف خلصنا يلا تعال تعال معاي خروف العيد يمشي وراي تعال معاي خروف العيد يمشي وراي تعال معاي خروف العيد يمشي وراي أغنية حلوة بس الدجاج ما راح أتصور وياكم لأن الدجاج بمنطقتي معدوم معدوم فعرفتوا الدجاج معدوم عندي بس بروح أدور هيج هيج فما راح طول عليكم لا العفو هاي وطبت وطبت اخي قلت لك الذكي ما يصير ذكي تعال تعال يلا تاكل لا بعد ما اكل طلعونا بيبي صغيروني يلا ايش تاكل في التراب ها خلنا كبرك كبار ايوه اخيرا يلا كبرت يلا بس عندك البقر بقرة واحدة ليش؟ شوف بعد بقرة هذيك مو واحدة؟ والله حسبت الدير تايه وهذا اوكي نروح ذاك بيت الساحرة قلت لكم عليه بس يراد لها شوية بلوكات بس انا خاف من شغلة واحدة لان الويتش تعرفونه شوية قوي فلازم وانا اصلا حتى تروح ما عندي شباب يعني مغامرة كبيرة
نجيب حتى ديرت، لأن هاي مغامرتهم كبيرة جدا. اوكي هو كان من نامو انا ما اتذكر واسطه، بس لا هو من نامو. حفظوا يا الطريق على مود ماتي. هذا سيد، هذا استغفر الله، شو سيد هاي دجاجتين وبقرة. لا عاد روح الحق الحق ركوض. والله شباب الدجاج معدوم عندي، بس ما ادري يعني وقت التصوير والله يعني ما يخجلوني. ركوض، ما سويت حديقة للدجاجة. بس لو لاقي بعد خروف بس اجازه زوجي تمام. جيب شو اسمه، جيب ويت وسيد نيني. وين هو؟ وش ناكوش السيد؟ لا غير نجيب فينس. يا الله والله انسى نسيان. فينس بعد يراد انه ادي بعد خشب. وين هذا ستيك شيلته؟ سوينا بوابة. يب هسه صرنا جاهزين. صار شوي ظلمة، يلا عادي ننطلق. منا شفناهم، انا متعجب شلون لقيت دجاج، لان الدجاج منطقتي معدوم. اوه والله والله وخروف، والله عمي دجاجتين انا لقيت. خرفان هنا ما دجاجة من الساعة شي تاني. ايوان وهذا مطلي، تعال طلي خروف. ويت يا لثوي، ويت ويت ويت، ما تعرف شنو ويت؟ والله اعتذر بدون قصد، بسم بالله بدون قصد. تعال ليش ما تعرف تسبح؟ اسبح اسبح. اوقف معاك ونطلع اخوك. يلا راح نحط كريبر زائد سكيلتون والحسين. هاي هاي وسكيلتون وش اسمه؟ اوقف خلاص اعتذر، انا راح انام. ها شفتوا يا شباب اللي ما ينام، انواع الوحوش او الموبات يجونه بالليل، والكريبر اذا اجاك يصف لك ام منطقته، وسكلتون ذاك اتمنى يحترم. تعال طب خروف. والله كريبر لحظة، وين الكريبر؟ لا خروف مات، وخر وخر خروف. اكو خروف مات، والله حرام. خرفان خروف، تعالوا طبوا طبوا طبوا. لا صار ما لقيت اغبياء. خذ روعة قافل سكيتر، شوف يطي دروعة.
حوت. ليش؟ الله تدروع تدروع. فأنت استبليت أخوذي فرفاني. أنا نروح فرفاني ما عاد ما حدا أريده يطلع. يا طبو 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 طبو. لا 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 يضلون أغبياء. ايه رحتوا غيرتوا أغبياء. تعال يلا طب 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 سم الله. ويد التيل الأخبار. والله أقسم بالله شباب ما قاعد أخبث. بس هو شو اسمه تعال تعالوا تعالوا تعالوا. تصيروا هيج على على الفنس. انا انت طلع قول باي شباب. انا ما عليه هو طلع. اوكي اذا انا قد انتهت حلقتنا البسيطة لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة. آسف آسف جدا إذا طولت عليكم. فياب مع السلامة. لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة. Goodbye.